صباح الخير، صباح النور على جميع مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. صباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعين قناة الصحة والجمال، وحلقة جديدة من برنامج دردشة سريعة. حلقتنا النهاردة حلقة تهمكم جدا وحلقة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله تستفادوا منها. إن شاء الله بإذن الله معانا فريق نيو فيرجن، فريق طبي بصراحة أثبت مهارته في أكتر من حالة أنا تابعتها بنفسي. ده اللي خلانا ان احنا نحب ان احنا نستضيفهم معانا ونتكلم معاهم عن مبادره انت بطل قصتك. معانا الدكتور محمد علام، اخصائي نفسي. اهلا بيك يا دكتور، مرحب بيك. الله يخليك يا رب. الدكتوره امنيه مختار، اهلا وسهلا، اخصائي تغذيه. اهلا بيك يا دكتور، مرحب بيكي، منورنا جميعا يا جماعه. الله يخليك يا رب. عفوا يا دكتوره امنيه، حبيبتي طبعا منورانا النهارده في الحلقه بتاعتنا. وممكن اعرف مين فريق نيو فيرجن؟ طبعا فريق نيو فيرجن ببساطه جدا هي فريق، احنا كان فكره دكتور محمد. بطبيعه شغلنا على ارض الواقع ان احنا كان هدفنا ان احنا يعني نوصل ان كل شخص يظهر ليه نسخه جديده تساعده ان هو يكمل حياته بصوره افضل. ويمكن احنا على ارض الواقع كان اكتر مشكله بتواجه اي حد دايما مشكله نفسيه بتاثر على سلوكياته وحياته، او مشكله صحيه. وكمان الاهم من كده ان في مشاكل صحيه كتير اساسها السبب النفسي، والعكس كمان ان في مشاكل نفسيه اساسها ان صحته ما تكونش مظبوطه. طبعا عشان التاثير النفسي بيأثر على بالظبط الربط ده مهم بيبقى جدا، بيبقى له تاثير كبير جدا على الفرد. طبعا عشان كده كانت جسديا وفكريا بالظبط كده، عشان كده كانت فكره الفريق ان احنا نكون مع كل شخص ان احنا بندعمه ومعاه خطوه بخطوه ان هو يوصل لافضل نتيجه وافضل نسخه ليه. تمام كويس. طب فكره الاسم جت معاكم منين او ازاي؟ ان احنا يعني واقعيا كده مفيش حد بيتغير خالص، يعني احنا بس كل اللي احنا عايزينه ان احنا نساعد كل شخص ان هو يعني يوصل للحاجات الكويسه عنده او قدراته الكويسه ويقدر يستغلها ان هو يوصل لنتيجه افضل في حياته. احنا مش بنضغط عليه ان هو يغير حياته خالص، لكن احنا في حدود امكانياته وظروفه وقدراته يعني بنعمل منه نيو فيرجن، نسخه جديده من شخصيته، من البرسون بتاعه. بالظبط كده. انتوا بتساعدوه ان انتوا تنموا الافكار اللي جواه بالظبط كده، سواء بقى في الجانب الصحي او اللي ليه علاقه بالتغذيه او بجانب النفسي مع دكتور محمد. تمام دكتور محمد. مبادره انت بطل قصتك ايه هدفها؟ يعني ممكن نعرف تكلمنا عنها ونعرف تفاصيلها اكتر؟ ان شاء الله. المبادره اصلا يعني تقتصر ان انت بطل قصتك، الفكره ان كل شخص قائم بذاته، يعني انت الداعم الاساسي لنفسك، انت اللي المفروض تبدا طريقك من الالف للياء زي ما بيقولوا. مبدئيا الفكره جت زي ما دكتور امنيه وضحت في الاول ان انت حضرتك نيو فيرجن، يعني انت بادئ مثلا سواء كنت شاب او غيره او اي كان مرحله من عمريه من سنك انت موجود فيه، المفروض انت عندك هدف معين عايز توصل له. طب الهدف ده المفروض ان ليه مقومات، المقومات دي المفروض تبقى قايمه على الجانب جسدي وجانب نفسي. احنا عندنا يعني ضعف شويه في حته الوعي النفسي، يعني الناس كلها قبل ازمه كورونا وبعد ازمه كورونا اختلفت النظره كتير قوي للجانب النفسي. بمعنى الناس بعد ما قعدت في البيوت كتير، ضغط نفسي، علاقات باظت بسبب ان قاعده في البيوت. حصل طبعا طبعا الرجاله طول الوقت قاعدين في البيت مع الستات وخلاقات علاقات الدنيا بايظه. ففجاه لا، الناس فجاه ان لا انا جالي قولون، في وجع رهيب في بطني، طب اروح اكشف مفيش حاجه في معدتي، طب ايه، طيب ايه السبب؟ فالناس بدات تتجه بقى ان خلاص في اسباب نفسيه، انا مضغوط، انا متضايق، انا متعصب، انا مش بيحصل معايا ظروف مش كويسه بالظبط. ما هو ده درج تحت كلمه الامراض النفسيه الجسديه، بمعنى ان بيبقى اسبابها نفسي واعراضها على الجسد، فاحنا مش مدركين ده. فحضرتك ممكن يجي لك مثلا ضغط، سكر عصبي، امراض كتيره جدا ممكن تصيبك بسبب توتر، توتر شديد فممكن يبهدل لك الدنيا. ده واحد. فكره بقى انت بطل قصتك، احنا بنتكلم دلوقتي يعني انت اللي هتقدر تقوم بكل شيء، مفيش حد ليك مساعد غير نفسك انت بدماغك وطموحاتك واهدافك، انت بتوجهه هو ينفذ بالظبط. احنا بس نحطه، لازم يكون عنده العزيمه وعنده القدره ان هو ينفذ التعليمات وينفذ اللي انت بتقوله. بالظبط بالظبط كده. انا كلام حضرتك اللي هو كل شخص فينا، كل شخص فينا عنده قدراته، بس في ناس مدركاها وفي ناس تانية مش شايفاها. الفكره كلها بس ان انا بعرفك انت طموحاتك كذا او مقدرتك انك تعمل كذا وكذا 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 وكذا. طب هل انت بتقدر وانت بتتعامل معايا بتقدر تحس ان هو مميز في حاجه معينه مثلا؟ طبيعي، هو جاي عشان يكتشف ده. هو مش قادر ان يحط ايده في مميزاتي. فانا بقول لك مميزاتك 1 2 3، قدراتك كذا كذا كذا، تطورها عنده بالظبط. هنقدر نطور ده ونخليه يبص عليها.
فكره ان هو بس بص عليها وخد باله منها ان هي فعلا موجوده وانا اقدر اعمل حاجه زي دي، بالتالي اقدر اعمل البلان بتاعتي والاستراتيجيه اللي انا عايز اوصل مثلا لجول او هدف معين عايز اوصل له، هي دي اللي انا عايز احط ايدي عليها، خلاص اقدر احط استراتيجيه امشي عليها. عايز مثلا الاسبوع ده عايز كذا، السنه الجايه عايز كذا، مثلا على مدار 5-6 سنين عايز ابقى وصلت للمكان الفلاني. يعني انت بترسم له التارجت يمشي عليه، هدف يمشي عليه. بس عشان بس ما نبقاش بننجم الناس بتقول لك بقى ايه قدر ومش قدر، خلينا مؤمنين بالقدر وبربنا وبكل شيء. لا احنا بنتكلم في علم، انا قاعد مع دكتور وقاعد مع دكتوره، فبنتكلم في علم. بنتكلم بقى في الجانب النفسي. الجانب النفسي دلوقتي يعني المخ بتاع الانسان عموما، لو رسمت مثلا رسمه كل يوم على الجدار ان انا مثلا هبقى طبيب، بالنسبه للشباب بتوع الثانويه العامه، الطبيعي ان بعد مثلا 5-6 سنين قدامي الرسمه دي، عقلي بيصور الصوره دي وبيخليها هدف رئيسي في حياتي. طب حاجه هدف رئيسي في حياتي انا مش هشتغل عليها؟ لا، هشتغل وهفحر وهخبط واروح اسال هنا واذاكر هنا واتعب هنا لحد ما اوصل اللي انا عايزه. بعملها مين؟ جول في حياتي، هي دي الفكره. تمام. بس يعني فكره بقى انت بطل قصتك دي بتشمل كل الفئات، بمعنى مثلا شباب بعد الثانويه عامه جاب مجموع او ما جابش مجموع. انا طبعا لازم نحدد الاول الشاب ده عنده قدرات ايه عشان يعرف يوصل لايه، يدرس في جامعه ايه او يدرس في جامعه ايه. بالنسبه طبعا ل مثلا شباب متخرج من الجامعه، ده جزء شباب. في بقى جزء الامهات، في جزء مثلا اللي هو الناس اللي المتقاعده بعد عمل مثلا، سواء في مثلا هيئه قوميه او غيره، لازم بيبقى عارف انا هكمل على ايه. مش انا خلصت فانا قعدت حياتي كده انتهت، لا، انا حياتي لسه قدامي. يعني حتى لو فكره ان حلم مني راح، انا ابدا غيره على اساس وسعي عقلاني. انا عايز اوصل لايه؟ طب اللي انا عايز اوصله ده هعمله ازاي وبناء على ايه؟ بس ادي اكتر حاجه قابلتك صعبه يا دكتور في الحالات اللي جات ليك؟ يمكن مش اكتر حاجه صعبه، بس اكتر حاجه بقى بتلمسني انا فكره الامهات او الستات، لان يعني هتكلم عليها من جانب بقى ان انا يعني اخصائيه تغذيه ومن جانب ان انا عشت نفس التجربه. يمكن احنا بنتخرج كلنا بقى كلنا حماس وحيويه ونشاط ان احنا هنكسر الدنيا، وبعدين تيجي البنت بتتجوز وفجاه تغمض عينيها وتفتحها كده تلاقي بقت قد كده مثلا، وزنها زياده جدا ومعاها طفلين ماشيين وراها. طبيعي، الشعب المصري. الشعب المصري. بس عدى بقى في العمر ده مثلا 10 سنين 8 سنين، هي بقى اول ما بتبدا بقى البنات في الاولاد. يا دكتور ان فعلا بعد الجواز ما حدش بيحافظ على القوام بتاعه، تفسريها بايه في انا طبعا كست يعني كست زيهم مش هظلمهم، الحياه بتاخدهم. وهيكون الراجل السبب اكيد، فانا مش هتكلم عن الستات خالص. طبعا الحياه بقى بتاخدهم، بينسوا يعني يعني بيتشدوا اكتر لفكره ان هي ام وزوجه، مش متخيله ان ده جزء اساسي واكبر كمان ان هي كمان تكون كويسه. يعني هي يعني مفهوم احنا اتربينا عليه ان انا لازم اخد بالي من كل حاجه، من مثلا يعني التزاماتها ومسؤولياتها بالظبط كده، وبنسى نفسي على كل ده، مشكله ان انا ما بلحقش نفسي، ضغوط الحياه بالظبط كده. بوصل الحياة بقى في مرحله بلاقي ان انا حاجات كتير بقى انا مش اكمل ازاي يعني. طب هي فكره المبادره انا اخدت بالي انها بتستهدف اكتر، ليها ميول اكتر للبنات والسيدات، يعني كده. عايزين نعرف ازاي يعني اشرح لنا اكتر. انا اللي كنت بتكلم فيها يعني هي خلاص عدى فتره معينه وخلاص هي بدات بقى ولادها بداوا يدخلوا المدرسه مثلا، فبدات بقى يعني تبص كده لقيت لا ان وزنها زايد، شكلها اتغير، مش هي دي الحياه اللي هي كانت رسماها بعد بقى ما يعني الامور استقرت شويه. فالنقطه دي بقى اللي احنا عايزين نبقى معاها فيها، ان احنا هنا في حاجات مثلا ان هي وزنها زايد فاثر عليها نفسيا، مش قادره تتعامل، مش قادره تخرج، مش قادره مثلا تقدم في شغل جديد، شكلها نفسه مؤثر عليها، ما عندهاش بالظبط كده، ما عندهاش اصلا الثقه بقى ان هي تطلع تاني. يعني بالظبط، هو الموضوع متعلق بالثقه بالظبط كده. فاحنا الجزء بقى هنا ليه علاقه بالتغذيه، ان احنا نوصلها ان هي ترجع تاني الوزن كويس، وزن صحي كمان، شكلها كويس، وفي نفس الوقت يعني صحيا كويسه، ان هي تقدر كمان تحافظ برضو على بيتها وولادها، لان ده الاساس بالنسبه لها. ايوه، زياده الوزن طبعا بيأثر على الصحه بالظبط كده، على كل بيأثر على صحتها قدام بعدين بالظبط، ونفسيا كمان عشان ترجع للجسم الكويس ليها. يعني الجسم احنا هنا بنلعب بقى اللي هي اللي احنا كمان عشان كده يعني فكره المبادره، ان احنا الجزء النفسي، هي لو وصلت نفسيا الجزء النفسي فعلا هي عايزه تعمل كده، او احنا وصلنا معاها للنقطه اللي هي المفروض دكتور محمد بالظبط كده، ان عشان كده هي كانت في كونكت بينكم بالظبط كده، مفيش مشكله مش مرتبطه بينا احنا الاثنين في كل الفئات بقى. احنا لو وصلنا معاها ان انت عايزه توصلي لكذا، حتى لو اتكلمنا معاها وان هي لا مش هتقدر تعمل كده عشان ظروف بيتها او كده، لا احنا ممكن نبدا معاكي نواجهك لحاجه تعمليها وانت في البيت،
دلوقتي كله اونلاين، يعني انت ممكن تقدري تعملي كل حاجه وانت يعني محافظه على ولادك وبيتك وكله تمام يعني. فاحنا معاها للحاجات اللي تقدر تعملها في ظل الظروف بتاعتها، بس لازم طبعا عشان كده قلنا ان هي نسخه جديده مش تغيير كامل. مش هقول لك لا غير حياتك خالص، لازم تكون مؤهله نفسيا علشان عشان كده الجزء النفسي، لان انا مهما اتعاملت معاها من فكره التغذيه وهي نفسيا في حاجه مش مظبوطه، ايوه مفيش اي نتيجه خالص هتجيب معاها. والعكس لو هي برضو يعني وزنها يعني مؤثر عليها نفسيا تبقى نفس المشكله، يعني الاثنين مرتبطين ببعض، الاثنين مرتبطين ببعض، الاثنين متعلقين ببعض، فهي من هنا ومن هنا مفيش اي مخرج عشان كده مع بعض. يعني الوزن الزائد مش ترجع للجسم المثالي بتقعد قد ايه، فتره قد ايه مثلا؟ طبعا على حسب بقى، يعني مثلا هي لو الطفل الاولاني غير الطفل الثاني، لو هي انتبهت مثلا إيه بعد هي سنتين مرتبطه بعدد الاطفال. اه طبعا دي نقطه مهمه جدا. من ناحيه طيب. ايه بقى لا من ناحيه لي بقى عشان دي نقطه مهمه يعني. نفسيا برده ويعني ومن ناحيه الدايت برده ليه علاقه، ان انت مثلا خلاص يعني عدى الطفل الاولاني وما انتبهتيش تاخدي الخطوه دي، فانت جسمك اصلا استهلك صحيا ووزنك زاد، فانت بدات الطفل الثاني وخلاص يعني بداتيش من اول نقطه، فطبعا كل ده ليه اثر عليكي، يعني غير لما تبداي بعد الطفل الاولاني بعد سنتين مثلا، غير لما تبداي من الطفل الثاني. تمام. وبيعتمد طبعا على الشخص كمان. نقطه كمان نقطه امنيه، احنا بنعتمد ان احنا ما بنحددش وقت، بمعنى احنا مش بننجم، الفكره كلها ان كل جسم ليه خصائصه ومرتبطه برضو كل واحد ليه صفاته النفسيه، فكل واحد مرتبط مثلا ممكن واحد يعمل في اسبوع. ما انا بتكلم مرتبطه بالشخصيه، ممكن او ممكن النتيجه احنا كمان غرضنا الاكتر فكره التعايش، يعني احنا مش هنغير حياه، مش هنغير يعني احنا لو غيرناها هي مش هنغير ظروف بيتها، مش هنغير جوزها، مش هنغير ولادها، مش هنغير ظروف شغلها، لا احنا عايزينها تتعايش صح. طب انت ممكن توصلي لشيء غيرهم كلهم يا دكتور خلاص بالظبط كده. يعني احنا فهمنا من كلامك يا دكتور ان هي موجهه لجميع الفئات، ممكن نقدر نعرف من حضرتك ازاي مبادره بتخدمهم اكتر؟ تمام. يعني لو هنمسك فئه تمام، مبدئيا يعني دكتور امنيه مسكت دلوقتي فئه اللي هو المامز زي ما بيقولوا، امهات اصحاب البيوت مش عارف ايه الدنيا باظت، فكره بس ان هي انا بخدمها ان تقف قدام المرايه تبص تاخد الثقه من جديد، ان هي خلاص خدت طموح جديد، حلم جديد انها تبدا، ده هيعود بالايجاب عليها وعلى بيتها وعلى جوزها وعلى المجتمع الصغير اللي هي عامله لنفسها ده. بالعكس لو كل واحده عملت كده وخدت الثقه انها تقدر تبني بيت، اصل هي مادام وصلت ان هي تيجي لحضرتك يبقى اكيد هي عندها استعداد بالزبط نفسي بالزبط، ان هي بالزبط هي عايزه كده يعني. ما اقدرش اشتغل مع حد ما اقدرش اشتغل مع حد الا لما يكون هو عنده دافع ان هو عايز يتحسن، غير كده هو مقتنع ان هو كويس فهو جاي غصب عنه، فبالتالي مفيش تقدم هيحصل. بس هي في نقطه كمان ان هو يعني احنا بقى عايزين نلعب على الحته دي، ان مش دايما الواحد عارف ايه المشكله اللي عنده، يعني هي مثلا حصل لها الظرف ده او وصلت للمرحله دي بس هي برده مستسلمه وقاعده، يعني هي مش تاخد خطوه اكتر من ان هي متضايقه. احنا بقى غرضنا في المبادره دي ان احنا نوصل للناس دي، يعني احنا نعرفهم ان احنا نقدر نساعدكم في النقطه دي، انت لو وصلتي مثلا للمرحله دي والفئات اللي الدكتور محمد هيتكلم عليها احنا لينا دور معاكم واحنا معاكم، لان مش اي حد بيقدم على فكره ان هو مثلا يروح للدكتور نفسي او ان هو يتحرك. احنا بقى عايزينه يبدا يتحرك كمان، مش بس مجرد ما يجي احنا نستقبله، لا احنا عايزين نبدا معاه ان انت تقدر تتحرك وتوصل معانا لحاجه كويسه. هدف المبادره ان انتوا بتحركوا الناس، عشان كده احنا عملناها بطريقه مبادره، يعني عشان كده احنا اشتركنا في فكره مبادره، ان احنا عايزين نبدا نوصل للناس دي ان انتوا ليكوا حل وفي ظروفكم وفي امكانياتكم. اي حل ليها حل. طبعا. بالنسبه يعني الفئه الثانيه مثلا بنتكلم مثلا على الشباب، شباب تخرج جامعي وشباب نرجع بقى للفئه الثانيه دي بعد الفاصل. تمام اتفضل. نطلع فاصل ونتواصل ان شاء الله باذن الله. ورجعنا لكم تاني مع الحلقه الشيقه جدا جدا مع الاستاذ الاطباء كامل ودكتور. كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم على الفئات اللي بنتكلم فيها في المبادره. احنا خدنا مجموعه المامز الاول تاني حاجه نتكلم عليها بقى حته مهمه قوي، الشباب سواء تخرج بعد ثانويه عامه او تخرج بعد جامعه، الشاب بعد ثانويه عامه بيجيب مجموع فبينبسط هو واهله، يا اما ما بينبسطش ما جابش المجموع اللي هو عايزه، فبالتالي بيتجه بقى سواء كليات علميه او ادبيه وهو مش فاهم هو متجه ليه او عايز بعد الكليه دي ايه. دي مثال صغير، واحد مثلا عايز يبقى مهندس فملحقش هندسه، طب حضرتك ممكن تدخل فنون جميله. فنون جميله ازاي؟ لا، في قسم معماري في فنون جميله وفي قسم ديكور في فنون جميله، وبتتعين في نقابه مهندسين تبقى اسمك مهندس، يبقى انت حققت حلمك. نفس الفرصه بس في كليه اقل. انت بتلعب على التالنت بتاعه، على الموهبه بتاعته. انت ممكن ربنا مديك القدره في حته معينه بس عايز تتوجه، عندك قدرات وميول تانية انت لو اكتشفتها هتهد الدنيا زي ما بيقولوا. بس انت مركز على المجتمع، نظره المجتمع فين؟
دكتور او مهندس. أيوه. شغل باله باللي حواليه. اه غير كده انت مش عارف انت عندك ايه، مع انك انت ممكن عندك امكانيات، ممكن تبقى مذيع تطلع على الشاشه واجهه محترمه جدا، ممكن تبقى ضابط، راجل تعرف تجيب حق الناس بكل قوه. هي دي الفكره، انت 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 قدراتك ايه؟ الشباب الجامعي بقى وما اكثرهم يعني بيطلع بعد التخرج كده شاب جميل يلبس في الجيش، خلص جيش عايز اتجوز. طب وبعدين؟ انت شلت مسؤوليه. طب هل انت شلت مسؤوليه نفسك قبل مسؤوليه غيرك؟ ده بيشيل مسؤوليه اسره. لا ما شلتش. شيل مسؤوليتك يعني اصلا بيشيل مسؤوليه بالظبط بالظبط، ما هو ده غيره. مسؤوليه غيره دي اللي هي الاسره. فانا بتكلم بقى انت مسؤوليه نفسك فين؟ اللي هي ايه؟ انت لسه انت محققتش ذاتك. انت لسه محققتش. صح. فانا انت حياتك ما وقفتش انك خلصت جامعه، في حياتك ما وقفتش، لا لسه ممكن تكمل دراسات عليا، ممكن يعني في مليون طريقه حسب قدراتك انت ممكن نحددها في بلان معينه توصل بيها اللي انت عايزه. بس هو شيء طبيعي، انا بتخرج بخش الجيش بخلص جيش تمام، بشوف وظيفه، ببدا ادور على بنت الحلال. طبعا هو ده الطبيعي، ده الروتين بتاعنا، هو ده الروتين. لا انا عايز مانع. طب ان انا مثلا ممكن ان انا يعني ممكن يرتبط وفي نفس الوقت يكمل ماجستير، يكمل حتى تمام لو ظروفه مساعده، ده يقدر يعمل ده. بس يعني خلينا يعني الظروف اللي هي ايه بقى؟ الظروف المعيشيه للشاب نفسه يعني ماديا مثلا، نفسيا، ماديا نفسيا، معنويا، من اهله، من اصدقاء، هل في فعلا حد هو عايز يرتبط بيه دلوقتي حاليا فمستعجل. كل الكلام ده انا بتكلم في حته ان انا مش هقدر اعمم الكلام على كل الشباب، لان كل الناس مش صفات مختلفه، مش واحده، مش ظروفها مش واحده، والاعمار مختلفه بالظبط. هو ده يعني في ناس تقدر تدرس وهي في الجيش سنه الجيش دي، والجيش ما بيعرضش خالص، الجيش بيساعد عشان مستقبل الناس. فاحنا لازم ناخد بالنا من ده كويس قوي. يعني بدون قطع كلام دكتور محمد، كمان احنا عندنا دايما لما تيجي تتكلم مع حد يقول لك انا ما اعرفش، انا ما اقدرش اعمل كده، تقول له مثلا انت ممكن تخطب وتكمل مثلا دراسات، يقول لك انا ما اقدرش. هو رد فعل اولاني، شخص عارف ان هو مثلا ممكن يقدر هو ده يعني يعمل حاجتين مع بعض بالظبط. بس احنا عندنا مثلا لو هي مثلا تركيزه او حاجه ممكن يبقى حاجه واحده بس ما يقدرش يعمل الاثنين مع بعض، هو بيبقى واخد الانطباع ده. بس احنا معاه بقى عشان نعرفه ان هو لا يقدر يعمل حاجتين، هو يعني احنا عايزين نغير هو انطباعه عن نفسه اول واحد قبل الناس. يعني مش عشان انت ام مش هتشتغلي، او مش عشان انت مثلا اتخطبتي خلاص سيبي بقى كل اللي انت يعني اصلا كنت بتحاربي عليه بالظبط كده. انت تقدر يعني نحاول ننقل المبادره مثلا من انت هنا بطل قصتك بالظبط كده، مبادره صغيره مثلا، مبادره قوميه. ليه لا؟ ليه لا؟ ان الدنيا كلها تحاول تعمل مجتمع صغير، مجتمع صغير تعمل مجتمع اوسع شويه، صحي جسديا محترم، واعي نفسي، عارف المرحله اللي واقف عندها، عارف ازاي يشتغل عليها، ايه سلبياته ايه ايجابياته، يعرف يعني تلاقي الدنيا دايره وسعت منك، الامور كلها بقت صحيه افيد كتير. غير كده بقى في فئات الاطفال سواء لسه هسالك بقى هنا يعني ازاي حضرتك ممكن الاطفال ليه اكيد ليهم دور معاك، ودور كبير جدا يعني جداً. بتساعدهم ازاي نفسيا وجسديا بقى؟ هو اظن ده سؤال مشترك لحضراتكم انتوا الاثنين نفسيا وجسديا بالظبط. صح. بالظبط. احنا يمكن يعني كمان موضوع الاطفال ده شدنا، وهرجع تاني اقول برده مثال بقى جسديا مع حضرتك ونرجع للدكتور محمد نفسيا. تمام اتفضلي. هو الموضوع داخل في بعضه جدا يعني احنا فاهم. هو سؤال هنتكلم فيه محمد بالظبط. يعني انا برده عشان نفس فكره ان انا بحب دايما اربط يعني شغلي بالواقع، يعني مش بقول كلام ما ينفعش يتنفذ. فانا مثلا بشوف امهات مثلا ان هم زمايلي واولادهم قد ولادي وكده، ان احنا واخدين يعني بنقلد بعض. انا بنتي بتروح التمرين ده انا هوديها التمرين ده، دخلت المدرسه دي هدخلها مدرسه وهديها دروس وكورسات. انا ما وصلتش لبنتي الطفل عاوز ايه او هو بالظبط، والاقي الطفل ضعيف مش قادر يركز في ولا حاجه، لا قادر في الرياضه يكون قادر يعني يكون كويس، ولا قادر في التعليم يحصل كويس. وانا بقى طبعا متضايقه عشان انا بدفع كل الفلوس دي وببذل معاه كل المجهود ده، فبحمل الطفل اصلا يعني عبء نفسي مش مرحلته خالص. طب انا اقدر ازاي ان انا احنا بقى معاهم ان احنا نقدر ازاي ما تبذليش المجهود ده كله على الفاضي، انت يعني تكتشفي حاجه واحده بس وتركزي فيها، مش فكره ان احنا بنعمل كل حاجه وخلاص. يعني بمعنى اكتر ان مثلا دلوقتي انا مثلا اب باخد من وقتي ومن مادياتي، ومثلا بروح الولد النادي كل يوم، كل يوم بوديه النادي تمرين رايح جاي رايح جاي. طب حضرتك انت عندك هدف عايز توصل له مع الولد ده؟ يعني دلوقتي انا عندي حاجه خام بشكلها، الطفل ده اهم حاجه دلوقتي في المجتمع، اللي هو انا بطلع جيل جديد. دلوقتي انا عندي ولد خام بوديه نادي، هل مثلا بعد 7 سنين هل ممكن اعمل استراتيجيه معاه وبلان معينه ان اوصل للولد ده يبقى بطل اولمبياد؟ انا كده كده دافع فلوس وكده كده بوديه وكده كده وقتي بيضيع، طب ما استفيد دراسيا.
انا بجيب برايفت. احنا عندنا في مصر كميه مواهب رهيبه رهيبه، عشان كده بقول لك الاطفال الاطفال للأسف. اطفال يعني ثروه زي ما بيقولوا. لا هم ثروه فعلا. مثلا جانب دراسي، انا بجيب برايفت في البيت وبودي انترناشونال وبدفع طب حضرتك عندك هدف كل سنه مع الطفل ده يحققه، عشان بعد مثلا لما يطلع مثلا من اعدادي او ثانوي او جريد ايا كان الدراسه بتاعته يوصل للهدف ده، عشان تاهله ان يبقى مثلا حاجه في المستقبل في الحته دي. بس انت فكرت في ده؟ انت كده دافع، كده كده دافع، انت عملت ده يا بالظبط. احنا ليه يعني ليه نوجه نعرف. فعشان كده يعني دي حاجه مهمه جدا. طبعا ده ما بيحصلش مع الاطفال او كل الفئات الا لما يكون اصحاء جسديا، عشان ولازم الوالد يعني اولياء الامور يهتموا بالاطفال. بالظبط انا يعني انا بقى دوري هنا مع الام في اول جلسه حتى بالنسبه للاطفال، يعني اول جلسه في الاطفال دي انا دوري مع الام. ما ينفعش تكوني موديه الرياضه دي مثلا او التمرين وبعد ما خلصت وكمان بعد ما خلصت التمرين فانا راح اقابل صحابي، فاحنا رحنا مثلا مطعم او كافيه وكلنا حاجه فاست فود او كلنا اكل. لا طب ما انت هتودي رياضه يبقى انت لازم تعرفي هو هياكل ايه، غذاء هيكون ازاي، ما عملش حاجه وبوظها. عشان كده بنقول احنا عايزين نوصل لايه، حاجات بسيطه جدا ممكن تبني بني ادم. حاجات بسيطه هي ما تكونش كمان منتبهه ليها، بالعكس هي شايفه ان هي ودته التمرين ده واشتركت له في النادي ده، بس هي مش متخيله مثلا ان الحاجه اللي جابتها له وهي رايحه دي حاجه اثرت عليه، الحاجه مثلا اللي عملتها بعد ما روحت دي حاجه اثرت عليه، الاكل نفسه يعني طبيعه الحياه نفسها كل ده مأثر على بعضه. فاحنا هنا بنبقى اول جلسه كمان مع الام بالذات ان هي اللي هتبدا بقى تسيطر على كل حاجه، هي اصلا على طول متواجده مع الطفل اكتر من ما ساعه هو هي 23 ساعه بالظبط. فبس الفكره كلها دلوقتي يا استاذ احمد احنا بنتعامل ان انت بتتعامل مع طفلك مش تريح ضمير، مش انا عملت لا طب انت بتعمل مع طفلك ما تريحش ضميرك بس، لا اجتهد باحترافيه شويه اللي هو انا ريحت ضميري ودفعت ورحت وجيت وعرقت وجريت. طب لا في متابعه اشتغل بقى في متابعه. طب انت تعبان انمي اشتغل بقى اشتغل على الصح. طبعا على الجانب النقيض ذوي الهمم لازم رعايه جسديه ورعايه نفسيه سواء معانا بعد الفقره الثانيه معانا حد من ذوي الهمم بصراحه يعني انا عندهم مواهب محترمه جدا على فكره، في بيعزف في بيلعب سباحه في بيلعب كوره في صوته حلو في كورال في معانا البطله ريهاب سليم بعد الفقره الجايه حد من ذوي الهمم وقدراته الخاصه. بصراحة أنا منبهر بيها يعني منبهر بوالدتها ووالدتها لأنهم ما استسلموش. المهم هنتكلم في الفقرة إن شاء الله. بالظبط هو كده يعني هو ده يثبت إن هو فعلا الأم والأب هم يعني هم المسؤولين هم الأساس. في حاجة زي كده مش اللي القدرات ولا إمكانيات هم اللي بيوجهوا. بالظبط أنا حابب بس أقول إن يعني فكرة نيو فيرجن آخر حاجة بقى عشان النسخة الجديدة منك دي يعني هي قايمة على إنك تصدق إنك تعرف تعمل حاجة تقتنع اقتناع كان بها، ما اقتنعتش هتفضل برضو انت واقف عند البوينت انت واقف عندها انا بيحصل معايا ده ليه. بس محتاجه بقى تجاوب على السؤال ده، هل انا هقدر اغير ولو ما غيرتش هعرف اعدل؟ بس فكره بقى نيو فيرجن انا حابب بس اشكر شويه كده يعني اتفضل استاذه بشرى مسؤوليه الدعايه يعني صاحبه برايت ايجنسي حد محترم جدا ومجتهد وصاحب شغل فانا حابب اشكرها جدا. هي برضو يعني لها دور قوي قوي في ظهور المبادره اصلا او الحمله نفسها يعني فربنا يسر ويحاول نفيد يعني فربنا يا رب يفيد يعني ان شاء الله يعني الموضوع يوسع اكتر ونفيد الناس كلها وتوفيق ليكم ان شاء الله يا رب يا رب. سعدنا بيكم جدا واستمتعتوا معانا ويكونوا الساده المشاهدين استمتعوا معانا شكرا جدا. فاصل ونرجع لفقرتنا الثانيه ونتواصل ان شاء الله.